الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: حفظكم الله، هل ترون جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان بصيغة التمريض؟ الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب، أما أنه يبنى عليه أحكام شرعية فلا، ما يبنى على الحديث الضعيف أحكام شرعية، حلال أو حرام ما يبنى عليه شيء، إنما يبنى هذا على الحديث الصحيح، لكن يعمل به في الترغيب والترهيب. والأحاديث الضعيفة ما هي واحد، منها أحاديث لها شواهد وترتقي إلى درجة الحسن بشواهدها، ومنها أحاديث ضعيفة لكن ضعفها ليس مجمعا عليه، بل يرى بعض العلماء أنها صحيحة وأنها حسنة. ما كل الأحاديث مجمع على ضعفها، ما كل الأحاديث الضعيفة مجمع على ضعفها، ومنها أحاديث ضعيفة فعلا ولكن ضعفها ليس متناهيا، ليس ضعفها بالمتناهي. إذن يعمل بالحديث الضعيف ما لم يعمل به في باب الترغيب والترهيب، ويعمل وأيضا لا يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال روي عن الرسول أو ورد عن الرسول، ولا تقول قال رسول الله كذا، وإنما تقول روي عن رسول الله كذا أو ورد عن رسول الله كذا وكذا. الشرط الثالث أن لا يكون ضعفها متناهيا. إذن ثلاثة شروط: الشرط الأول يعمل بها في باب الترغيب والترهيب والمواعظ فقط، الشرط الثاني أن لا يجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث أن لا يكون ضعفها متناهيا.